خدمة نزلت جديد في الترو كولر هتغنيك جدا 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 عن انك تنزل او تسجل رقم غريب علشان تبعت له على الواتساب. يعني انت دلوقتي لو انت عايز تبعت حاجة على الواتساب، فانت بتيجي تعمل ايه؟ بتروح مسجل رقم الواتساب وبعد كده تروح باعت له على الواتساب وهو يشوف مثلا صورتك او اي حاجة. طب لو انت عايز تبعت صورة او تبعت قصدي رسالة لواحد على الواتساب من غير ما تسجل رقمه، كل عليك انك هتيجي على الترو كولر هنا وبعد كده هتروح دايس في في السيرش دي وتكتب مثلا وليكن زي رقمي، هكتب مثلا 0 4 1 4 6 4 2 9 3 وهختار الاسم اهو وهنزل كده هيظهر لي الواتساب اهو. هاجي الواتساب اهو هيظهر لي ده اسمي، دي كنت حاجات بعتها لنفسي، يعني مثلا لو بعت هاي كده هيظهر لي على طول. فدي حاجة حتى كمان مش سجل رقمي، فدي حاجة هتبقى تحفة في الموضوع بتاع الواتساب. كل عليك انك تيجي على الترو كولر تكتب اي رقم وليكن مثلا الرقم اللي انت كتبته هو الرقم ده، وروح دايس على الرقم ده اهو واطلع لفوق كده شوية واروح اعمل ايه اللي هو هاجي على الواتساب واروح دايس على الواتساب وهيظهر لي الواتساب. اختراع يا جماعه، فعلا فعلا ميزه تحفه في في الترو كولر، لسه منزلها في التحديث الاخير، احنا بنتكلم في ديسمبر 2021. بالله عليك نزلها هتعجبك قوي. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وفولو.